في هذا الفيديو جئت لكم بالجزء 15 لأكشف لكم أسرار أقوى 3 خدع سحرية قام بها أشهر السحرة العالميين على مسرح برنامج المواهب Got Talent، ومنها خدعة إخراج الكرت الموقع عليه من داخل قطعة الشوكولاتة، وخدعة إصلاح مكعب روبيك في لحظة واحدة. وخدعة جعل جميع مكعبات روبيك تشبه بعضها. هذه الخدعة المذهلة فعلا والتي حيرت كل أعضاء لجنة التحكيم. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بمعرفة أسرار هذه الخدعة. الخدعة الأولى، خدعة استعادة مكعب روبيك في ثانية واحدة. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أجمل الخدع السحرية التي قام بها الساحر ستيفن بروديج والمشهور بلقب ساحر مكعب روبيك، حيث قام الساحر هنا بأخذ مكعب روبيك وقام بخلطه بشكل عشوائي ثم وضعه بداخل هذا الكيس لثانية واحدة وأخرجه، فإذا بالمكعب يظهر وقد تم إصلاحه كاملا. الحكام هنا شكوا أن هذا مكعب آخر وأن هناك مكعب أيضا بداخل الكيس، ولكن الساحر يفاجئهم ويخبرهم أن الكيس فارغ تماما. فما هو السر هنا؟ في الحقيقة يا صديقي لا يوجد أي خدعة في هذا الأمر، فالساحر فعلا قام في هذه الثواني القصيرة بترتيب المكعب باستخدام أصابعه. ربما أن الكثيرين منكم لا يمكن أن يستوعب هذا الأمر، لأن البعض منا يحتاج إلى ساعات وربما إلى أشهر حتى يتمكن من استعادة المكعب وإصلاحه، ولكن في الحقيقة الأمر أبسط وأسهل مما تتوقع، فكل ما عليك لحل هذا المكعب هو أن تسير على قواعد معينة وأن تكون ذو سرعة عالية وستتمكن من حله في ثوان فقط. وقد استطاع الشاب الأسترالي فليكس إصلاح مكعب روبيك خلال 16 ثانية وهو مغمض العينين، بينما استطاع آخرون حل مكعب روبيك بيد واحدة خلال 6 ثواني فقط. ولهذا ما قام به ستيفن هنا هو مجرد فن وهواية، ولأن ستيفن هو من قام بنفسه بخلط المكعب فإنه يستطيع استعادته دون أن ينظر إليه. الخدعة الثانية، خدعة جعل مكعبات روبيك متساوية الشكل. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أقوى وأشهر الخدع السحرية التي قام بها الساحر ستيفن بورونديك في برنامج المواهب وأذهل بها أعضاء لجنة التحكيم فعلا، حيث أعطى الساحر سيمون مكعب روبيك وطلب منه أن يقوم بخلطه بشكل عشوائي، فقام سيمون فعلا بخلط المكعب، فقام الساحر بوضعه بداخل هذا الكيس ثم أخرجه وقد تم إصلاحه، ولكنه يخبرهم أن هذه مجرد مزحة، ويخرج مكعب سيمون من داخل الكيس ويعيده له ويطلب منه الإمساك به. بعدها يقوم الساحر بخلط هذا المكعب بهذا الشكل، وهنا يخبر الساحر الجميع أن المكعب الذي قام سيمون بخلطه متطابق تماما مع المكعب الذي بيد الساحر والذي قام الساحر بخلطه، وفعلا يظهر المكعبان متشابهان تماما ومن جميع الزوايا، وهو الأمر الذي أصاب سيمون وجميع الحكام بصدمة كبيرة. فكيف عرف الساحر أن سيمون قام بترتيب هذا المكعب بهذا الشكل؟ السر هنا يا صديقي أن ما حدث هو مجرد خدعة فقط، ولم يقم الساحر بشيء أبدا، بل قام بخداعنا وخداع سيمون بطريقة ذكية جدا. فالساحر عندما أعطى سيمون المكعب ليقوم بخلطه، قام الساحر بأخذه من يده ووضعه بداخل هذا الكيس. طبعا هذا الكيس يوجد بداخله مكعبان، مكعب تم إصلاحه ومكعب آخر تم خلطه من قبل الساحر سابقا بطريقة معينة، حيث وضع الساحر المكعب الذي قام سيمون بخلطه بداخل هذا الكيس وأخرج المكعب السليم، ثم أخرج المكعب الذي تم خلطه مسبقا من قبل الساحر، وأما المكعب الذي قام سيمون بخلطه فظل بداخل الكيس، ووضعه الساحر على الأرض مع الكيس في هذه اللحظة. طبعا سيمون والمشاهدين يظن أن هذا المكعب هو الذي قام سيمون بخلطه،
فيطلب الساحر من سيمون الإمساك به في يده، ليقوم الساحر بخلط هذا المكعب بنفس نمط المكعب الذي بيد سيمون، وهنا يظهر الساحر المكعبان وهما بنفس الشكل وبنفس التنسيق. ولكي أؤكد لكم أن هذا المكعب الذي قام سيمون بخلطه قام الساحر بتغييره، لاحظوا أن سيمون عندما أعطى المكعب للساحر كان يوجد على إحدى جوانب المكعب 4 مربعات بلون أصفر وبجوار بعضها، ولكن في هذه المكعبات التي قام الساحر بعرضها لا يوجد أي واجهة يوجد عليها 4 مربعات بلون أصفر وبجوار بعض أبدا، لاحظوا. وهذا ما يؤكد لكم صدق تحليلي، وأن الساحر قام باستبدال مكعب سيمون بمكعب آخر كان بداخل الكيس. الخدعة الثالثة، خدعة إخراج الكرت الموقع عليه من داخل قطعة الشوكولاتة. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أقوى الخدع السحرية التي قام بها الساحر الصغير هنري، حتى أنا شخصيا كنت مندهش جدا من قوة هذه الخدعة، ولكنني في النهاية كشفت سرها، حيث قام الساحر بداية الأمر بإخراج قطعة شوكولاتة مغلقة من داخل كيس ووضعها على الطاولة، ثم طلب من عضوة لجنة التحكيم أن تختار أي كرت من أوراق اللاعب، فاختارت كرت 8 شرية وقامت بالتوقيع عليه، فوضعه الساحر على الأوراق، ثم وضع هذه الأوراق على يد هذا الممثل بهذا الشكل، فأخبرهم الساحر أنه يستطيع إخراج الكرت الموقع عليه من بين كل هذه الأوراق، فأخرج إحدى الكروت وظهر أنه كرت الملك وليس الكرت المطلوب، فظن الجميع حينها أن الساحر فشل في تنفيذ الخدعة، ولكن الساحر يخبر الممثل أن يفتح يده، فإذا بجميع الأوراق تحولت كلها إلى قطع زجاجية، وهو الأمر الذي يصيب أعضاء لجنة التحكيم بدهش كبير جدا. بل والأكثر إدهاشا من هذا كله هو أن الساحر يخبر هاوي أن يقوم بفتح قطعة الشوكولاتة التي وضعها الساحر مسبقا على الطاولة، فإذا بالكرت الذي تم التوقيع عليه يظهر بداخل قطعة الشوكولاتة في مشهد يصيب الجميع بصدمة كبيرة جدا. فما هو سر هذه الخدعة؟ وكيف انتقل الكرت من يد الساحر إلى داخل هذه الشوكولاتة؟ سر هذه الخدعة يا صديقي هو كالتالي، أولا سر تحول الأوراق إلى قطع زجاجية هو أنه بعد أن قامت المذيعة باختيار كرت قام الساحر بتغيير هذه الأوراق بكروت زجاجية مشابهة تماما لكروت اللعب كهذه القطعة الزجاجية تماما، حيث وضع كرت الملك في الأعلى بهذه الطريقة، وهنا ستظهر هذه القطعة وكأنها أوراق لعب فعلا، ليقوم الساحر بسحب الكرت الذي في الأعلى وهو كرت الملك، وتبقى في يد الرجل القطعة الزجاجية. ولكن كيف انتقل هذا الكرت إلى داخل الشوكولاتة؟ في الحقيقة يا صديقي هذا الكرت لم ينتقل إلى الشوكولاتة أبدا، بل هذا الكرت كان بداخل هذه الشوكولاتة من قبل. ولكن كيف؟ ببساطة يا صديقي هذه الممثلة كانت متعاونة مع الساحر، حيث قامت بالتوقيع على كرت مشابه لهذا الكرت قبل بدء البرنامج، وقام الساحر بوضعه بداخل قطعة الشوكولاتة. ولكي أؤكد لكم صدق كلامي لاحظوا الاختلاف بين التوقيعين، دققوا جيدا في حجم الخط وحجم هذه الدائرة، ستجدوا أن هناك اختلاف بسيط بين التوقيعين، وإذا لم تستوعب هذه المعلومة يمكنك مشاهدة الفيديو الأخير في قناتي والذي كشفت فيه جميع الأدلة على اتفاق الحكام مع اللاعبين لتنفيذ بعض الخدع. في الختام ما هي الخدع التي كنت تبحث عن سرها من بين كل هذه الخدع؟ شاركنا رأيك في التعليقات.